نروح لشيء مهم جدا، والمعسكرات يا كريم اللي تم عملها قبل اتعمل معسكر لحكام النخبة، وده كان تابع للاتحاد الدولي بإشراف الاتحاد الدولي لحكام النخبة اللي هم النخبة ايه، واتعمل معسكر للحكام الواعدين اللي هم هيحكموا في دوري المحترفين، والان في معسكر بيتعمل في اسكندرية مدينة ابو قير، معسكر شغال النهارده، اتعمل اختبار بارنر للحكام النهارده في هذا الاختبار اللي نجح فيه. اختبار وارنر نجح فيه 54 حكم من اصل 57 حكم في اختبار اللياقه البدنيه. يعني هي نتيجه كويسه بالنسبه للحكام في معسكر ابو قير. انا نفسي اشوف شغل لجنه الحكام يا كريم في بدايه الموسم، يعني احنا عاوزين الكلام ده كله يترجم في اداء الحكام في بدايه الموسم. احنا بنقول فيتور جريرا انت قلت ان انا هتولى المسؤوليه في بدايه الموسم، وانا هبقى مسؤول عن التعيينات وانا مسؤول عن كل حاجه. طبعا مع لجنه الحكام اتمنى ان الموسم التحكيمي والاداء التحكيمي ولجنه الحكام يترجموا شغلهم كله اللي تم من خلال المعسكرات في الفتره اللي جايه عشان نشوف تحكيم افضل من الموسم اللي فات.